مطوا وفتحت لنا البوابات وانطلق التنافس ما بين الجياد والأفراس عمر 3 سنوات المنتجة محليا والمتنافسة في هذا الشوط. أعزائنا المشاهدين الكرام، على مسافة الميل يبرز في المقدمة معقبة ابنة استوريك في المركز الأول الآن، وسلطان زمانة في المركز الثاني من الخارج مع بداية الانطلاقة وبداية المنافسة مشاهدين الكرام. وأشاهد متابعة من شكلان ابن أعلام وأيضا فخر الدين في المركز الرابع. التقدم يأتي من سلطان زمانة ابن أقول لك من الخارج، ومن الداخل في المركز الثاني معقبة، وأيضا في المركز الثالث شكلان، فيما يتقدم فخر الدين الآن للمركز الثالث ودخول ومحاولات من كاسب المجد للمركز الرابع. المنافسة المثيرة ما بين الجياد والأفراس مشاهدينا الكرام، مع المنعطف قبل الأخير المقدمة مع سلطان زمانة ابن أقول لك، والمركز الثاني مع معقبة، والمركز الثالث مع فخر الدين الذي حقق المركز الثالث في آخر مشاركتين في نتائجه الإيجابية. والمنافسة المثيرة مشاهدينا، سلطان زمانة في المركز الأول، فخر الدين يتقدم للمركز الثاني، المنافسة مثيرة ومستمرة، فخر الدين في المركز الثاني، سلطان زمانة ابن أقول لك في المركز الأول الآن 200 متر الأخيرة، والمنافسة المثيرة ما بين الجياد والأفراس التي لم تكسب. على ما يبدو سلطان زمانة يسجل الانتصار الأول في سجله السباقي في هذه اللحظات، يتجاوز خط